أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. في ظل حداثة المشاريع النسائية في الفترة الأخيرة حاملة معها تجارب جديدة للمرأة السعودية، أكيد في سوق العمل تحولت البازارات والمعارض النسائية إلى متنفس حقيقي للمنافسة الجميلة. خلينا نشوف هذا التقرير ثم نعود. ليلة الزفاف هي ليلة العمر الذي ينتظرها العروسين ويعدون لها الإعداد الجيد حتى تكون ليلتهم مميزة ورائعة وتبقى راسخة في ذهن وذاكرة كل منهم. وهذا ما يجده زوار معرض ليلة زفافي بنسخته الثانية بجدة، والذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن مقرن آل سعود، والذي يأتي بكل ما يهم العروسين تحت سقف واحد. والله تجهيزات الزواج حاليا اختلفت عن قبل، يعني قبل كانوا بملاليم على قولتهم يجهزون العرس، حاليا أصبحت فيه مبالغ باهظة. الآن الكيكة يجيبونها من مكان، والبوفيه يجيبونها من مكان، وطبعا عندك المجوهرات وعندك لبس العروسة من مكان، والديكور اللي راح يبنونه والكوشة والدنيا. فهذه كلها تكاليف واكسبنسز دخلت على اللي هي الشعوب الخليجية تحديدا مستحدثة جديدة، ولكن هذا الوضع العالمي الآن موجود في كل مكان، يعني الكل يبي يفرح بهالليلة هذه وباليوم هذا. نصيحتي دائما للعرايس إنها تجيد اختيار نوع العطر لكل وقت بالتحديد، ومو بالضرورة أنها تكون معاها مجموعة عطور على قد ما يكون حسن اختيارها لذوق العطر النبوي. يعرض المعرض أهم وأحدث وأفخم مستلزمات الزفاف من أزياء ومجوهرات وديكورات للكوش والقاعات وأحدث تقنيات التصوير، وهو منصة توفر للعروسين النصح والإرشاد لكيفية التخطيط لهذه الليلة بشكل ناجح. العروسة المفروض انه هي تكون حريصة، هي ليلة العمر واهم ليلة للعروسة، يعني فمفروض تكون حريصة او تفكر كثير قبل ما تختار كيكة الفرح. مفروض الكيكة يعني تعبر عنها او تكون حريصة انه كيكة بجودة بشكل مميز بشكل جديد. المكان اللي راح تاخذ منه كيكة الفرح يكون على مقدرة على توفير الشكل وإظهار كيكة الفرح بالشكل المميز واللي يعبر عن الفرح، بالإضافة إلى كوشة العروسة أو الممر أو الطاولات، كل التنسيقات يعني تكون حريصة. هذه هي ليلة العمر. يعني أنا أشوف من وجهة نظري 4 فساتين سهرة كفاية، مع فستان الفرح وفستان الملكة أوكي، 2 شرشف صلام مرتبة مثلا، عبايتين حلوة، عباية للسهرات وعباية للخرجات في النهار، هذا هو اللي تحتاجه. أما أنه مثلا أدخل 20 فستان سهرة أو 12 عباية، لا، أوفر. وبعدين يعني كل كم شهر في موضة للعباية، في موضة للأقمشة، فمو معقولة أنا حفضل على رتم واحد طول السنة. وانس إنها عرفت إنها حتتزوج لازم تزورنا، لأنه بعض الأحيان تكون في تصبغات تحتاج علاجها مثلا 6 شهور، بعض الأحيان تحتاج إزالة الشعر 5 جلسات، وإزالة الشعر بالليزر المفروض كل شهر، فمعناته هي محتاجة 6 شهور عشان تعمل إزالة تامة للشعر. فيفضل إنها وانس إنها تحدد موعد الزواج تزور عيادة التجميل. تعد أسواق الأعراس ومستلزماتها من أكثر الأسواق غنى وثراء في العالم، وتنفق المملكة حسب الإحصائيات الأخيرة أكثر من 2 مليار ريال سنويا على الأعراس. لبرنامج سيدتي غادة الشاطبي، جدة. طيب احنا بعد ما شفنا هذا التقرير اكيد عندنا يعني اسئلة كثيرة حنطرحها على سيدتين هما ضيوف هذه الفقرة واللي تحمسوا في العمل في مجال الازياء تحديدا. احنا معنا اليوم الاستاذة وفاء تمار، مصممة ازياء بدأت مشروعها منذ 4 سنوات، وعندنا كمان هند الغامدي صاحبة مشروع الستايل المغربي. اهلا وسهلا فيكم. اهلا اهلا وسهلا، حياكم الله وسعيدين بتواجدكم بسيدتي. خليني ابدا معك استاذة وفاء.
يعني حضرتك اخترتي انك تشتغلي في مجال الازياء، لكن حدثينا اكثر عن عملك. انا اصلا عملي بدات بموهبه من كانت موهبه، كنت اصمم ازيائي انا تبعت السهره، عباياتي ما اشتري من السوق، كنت انا اصممها وانفذها عند الخياطين. يعني انت كنت تعملي تصاميمك ولبسك بنفسك؟ لبسي بنفسي، ايوه، يعني احب اكثر لبسي واكثر عباياتي ما اشتريها، اصممها. فالكل يعني لما بيشوف علي العبايات بيقول رائعه، يعني ليش ما تبداي مشروع زي كده ما دام عندك ما شاء الله يعني الخبره والذوق وكده. بس انت تميزتي بايش؟ بالعبايات ولا بالفساتين ولا لا؟ انا تميزت الان بالعبايات. بالعبايات اخترت. أيوة. انك انت تكملي بخط العبايات ان شاء الله. طب ليه؟ طيب اشمعنى العبايات تحديدا؟ والله لا تحديدا الان، بس انا مستقبليا ان شاء الله يعني حكون متنوعه برضه في الازياء. طب انت ايه يعني ايش رايك في هذه المعارض اللي يعني بتجمع هذه المنافسه والمشاركات النسائيه؟ بتعتبريها متنفس؟ اكيد اكيد متنفس جدا حلو كبير وفي منافسه. غير كده الناس لما بتيجي بتطلع على كل جديد، اكيد احنا بننزل كل جديد في الكولكشن اللي بنحطه يعني نعرضه في المعرض. فهذا شيء مرة حلو يعني، وحيكون في منافسة كبيرة بين العرضات يعني. جميل جدا. طيب يا أستاذة هند، حضرتك تميزتي بالأزياء المغربية وماني غلطانة بالتحديد القفطان، القفطان المغربي كان اتجاهك يعني أكثر شيء. حديثينا أكثر عن عملك، عن الأزياء اللي بتسويها، هل في أشياء ثانية جنب أو بجانب القفطان المغربي؟ أنا متخصصة الآن في الأزياء المغربية، الفساتين والقفاطين والجلابيات. بدأت الفكرة هذه بحكم أن الوالدة مغربية، فأنا بسافر المغرب كثير، فكنت أنه أنا أجيب فساتين لي وأصمم هناك عند خياطات. فلما نجيبها صحباتي والأقارب فإنه بتعجبهم، فقالوا لي انه انت ليه ما بتجيبي يعني ناخذ منك وزي كذا، لانه مره تعجبهم. فصرت انا افصل هناك واجيب كمان. يعني انت بسبب نصك المغربي ساعدك هذا الموضوع. أيه. والدتك المغربيه ساعدك هذا الموضوع ورحلاتك للمغرب، وهو انك انت يعني قررت انك انت تتجهي لصناعه او تصميم القفطان المغربي. القفطان المغربي في 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 يعني احنا دائما بنعرف ان القفطان المغربي عباره عن قطعه لها شكل واحد، في اشكال مختلفه له؟ هو اصلا القفطان قطعتين ويكون عليه حزام، في التقشيطه تكون ممكن قطعه واحده، وفي الجلابيات برضه قطعه واحده، فهي يعني متنوعه مو شكل واحد. طب احنا الان حننزل شويه صور لبعض التصاميم المغربيه، حدثينا عن تصاميمك انت تحديدا وجديدك. اوكي، انا في اشياء انه خياطه يد وفي اشياء انه مو خياطه يد، ماكينه تطريز خياطه تطريز يد. ايوه. اوكي، وايش خاماتك؟ الالوان؟ الالوان متنوعه حسب تعرف السيدات غير فئه البنات. صور اوريدي نازله، هذه تصاميمك صح؟ ايوه. طيب كلمينا عنها اكثر. هذا قفطان مغربي قطيفه. وهذا مو شغل يد، ماكينه تطريز تحته في الحزام. هذا برضو كلف. تمام تمام. طب انا ملاحظه انه الالوان اللي بتختاريها غامقه شويه صح؟ لا متنوعه يعني. متنوعه يمكن انا ظاهر امامي اسود و اي اوكي. ف يعني هو بيختلف الالوان مع الموسم، مع الفصل، شتاء صيف؟ الالوان عندي متنوعه يعني. اوكي، كل درجات الالوان. اها، ما في موضه للقفاطين اشياء زي كده ولا كل الحين القفطان المغربي صار شويه مودرن مو زي زمان. يعني زمان ما كنت تشوفي انه يكون عريان اكمام طويله، دحين ممكن يكون الكم قصير، ممكن عريان. يعني هناك في عندهم التقليدي البلدي يسموه، وفي المودرن. في طلب على القفطان المغربي عندنا في السعوديه وفي الخليج بشكل عام؟ يعني بدا صار عليه اقبال. انا اعرف انه من زمان الناس عندها شغف في هذا التصميم تحديدا. ايوه، يمكن هنا انه يستخدم يعني يلبسوه اكثر في الغمر في المناسبات. صح، بيخدم على فكره جدا. ايوه. اوكي، حتى في العبايات انا عندي كولكشن عملت ديزاين تطريز مغربي جميل، وكان جدا جميل وكان عليه رغبه مره كبيره وبيطلبوني اعمل زيه ثاني. طب انت في هذا العالم، عالم تصميم العبايات،
مش تحسي انه في منافسة شديدة؟ اكيد في وزخم وسيدات. أكيد. يعني المصممة وغير المصممة، مجرد ست عندها شوية افكار. يعني واحنا نازلة شوية صور عبايات، اعتقد هذه ليكي صح؟ ايوه هذه صور تصميمك. طيب انت في وسط الزخم هذا كيف بتتميزي؟ انا بتميز بانه الكوليكشن حقي متنوع. عندي كوليكشن يعني عاملة تصميم لسيدات الاعمال، بيكون العباية محشمة، قماشها غير، بيكون تقيل في نفس الوقت، الطرحة حقتها السميكة يعني ثابتة بتثبت على الراس. التميز الثاني عندي كمان العبايات اللي هي التصميم كاجوال اللي هو حقت كل يوم، ممكن البسوها كل يوم. أوكي. اللي هي تكون ملونة أو القماش القطن اللينون، عارفة؟ هذا طيب تمام. هو في، خلينا نتكلم بصراحة. والتصميم الثالث عندي سهرات. طيب عفوا، هو في موجود تصاميم كثيرة بتخدم المرأة العاملة وبتخدم الاستخدام اليومي وبتخدم كذا وكذا وكذا، أكيد، وتصاميم مختلفة، يعني في منافسة شرسة. يعني مش إنه مجرد يعني تصاميم وبس، في أشياء أكيد أنت طريقة تسويقك بتوصليها للناس، كيف بتدرسي الذوق المرأة السعودية؟ أكيد 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 أكون عندي أنا أشوف السوق إيش يبغى، السيدات إيش طلباتهم، ودائما أسأل كل زبونة تجيني إيش تحبي، هذا حلو، أخذ رأيهم. فمن هنا أنا أبدأ كمان. بتعبوكي؟ لا بالعكس لطيفين جدا، لطيفين جدا، يعني حبوبين، ويبغوا نعمل اشياء على طلباتهم. شايفه كيف؟ طيب يا استاذه هند، بالنسبه للمناسبات اللي بنطلب فيها القفطان، قلتي لي بنطلب في الغمار والى اخره، ملاحظه حاجه انه صار ينطلب كمان في المناسبات الافراح زي ما قلتي، في المناسبات التجمعات النسائيه والى اخره، ايش سر اتجاه الناس للقفطان؟ القفطان المغربي فخامة وأناقة، يعني في اللبس تحسي فخم يعني. طيب ما تحسي أنه هو كمان حشمته بتساعد؟ إلا يعني محتشمة القفطان المغربي. وكيف بتتنافسي مع الناس في ظل وجود كثير من السيدات بيتاجروا بالأزياء المغربية؟ الخامة الجيدة، الخياطة، التصميم. طيب وحضرتك كيف بتسوق لنفسك؟ أنا بسوق والله عن طريق الإنستغرام والفيسبوك، ودحين كمان على السناب. فإن شاء الله يعني ألاقي. إيش الملاحظات اللي بتاخديها من الناس؟ كله يسأل، يعني يشوف الصورة مثلا على طول يسألني بكم. فأنا برضو عندي منافسة في الأسعار. أنا أسعاري، أنا بحط أسعار غير اللي بشوفها في السوق، يعني أسعاري مقدور لكل احد ممكن يشتريها، متناول الجميع. ايوه متناول تمام الجميع. تمام، انا طبعا اتمنى لكم كل التوفيق وربنا يوفقكم ان شاء الله ومزيد من النجاح. عندي كلمه اخيره تفضلي. ممكن اقولها؟ اشكر جدا جدا بنتي، بنتي خلود هي اللي ادعمتني وشجعتني اني اوصل لهنا، أشكرها جداً وهي بتشاركني في التصميم. بتشكري بنتك إنه هي دعمتك؟ يا الله. طيب أنت ليه سبب بكائك وأنت بتقولي إنه بتشكريها إنها دعمتك؟ عشان هذه كانت رغبتي من زمان، إني أنا أوصل لشيء أنا أبغاه. وكنت متكاسلة، ما تعرفي مع ظروف الحياة والأولاد وانشغالاتي وكذا، كانت دائما هي اللي أكثر شيء دايمني، ماما تصاميمك جدا جميلة لازم تطلعي بشيء. فالحمد لله بعد ربنا الحمد لله هي اللي أدعمتني إني أنا ودفعتني إني أنا أوصل. قد إيه مهم إنه تشجيع المعنوي من أقرب مهم. الناس كثير مهم مهم صح؟ ايش تحب تقولي لها؟ اشكرك حبيبتي، والله يوفقك في حياتك دنيا واخره يا رب ان شاء الله. شكرا ليكي واقدر دموعك. شكرا ليكي ويعطيك الف عافيه. شكرا ليكي. اذا مشاهدي الكرام، بعد هذه الفقره ما زالت فقرات سيدتي مستمره، لكن بعد هذا الفاصل القصير، واكيد ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل. اصبحوا
أصحاب الابتسامة اللثوية يلجؤون إلى إخفاء ابتسامتهم تجنباً للإحراج، وسيدتي تناقش المختصين.